الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء نشر اختياراته لفريق العام 2022 في القارة الإفريقية. اختار من مصر محمد صلاح، ومن النادي الأهلي مين؟ مستر أسيست علي معلول. علي معلول أيضا كان متواجد في فريق العام 2022 للقارة الإفريقية من الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. النهارده لما كولر اتسأل عن علي معلول، طب ما تريح علي معلول، قال لك علي معلول ده زي الترس، مكنة بتحط لها شوية زيت بتسيب وتسيبها تجري. فعلي معلول دايما تشبيهاته لطيفة جدا، علي معلول دايما تلاقيه موجود ودايما يبقى معاك في كل المباريات، صعب ان انت تشيله من الملعب. مش عارف الواحد بعد علي معلول هنشوف اكيد النادي الاهلي مش هيقف على حد، والنادي الاهلي ما بتخلصش المواهب منه. ولكن انت يعني كنا بنتكلم على جيلبرتو بهذا الشكل، كنا بنتكلم على سيد معوض بهذا الشكل، في ناس بتعلم. علي معلول الله يرحمه، قبل بقى ما نتكلم عن دول، ايضا محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان كنا بنتكلم عنه وما زلنا بنتكلم عنه وسيظل دائما في قلوبنا. علي معلول برضو واحد من الناس اللي دايما كل جمهور النادي الاهلي بيحبهم ويفضل دايما متواجد في قلوبنا كلنا كأهلوية.